إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ابتداء من هذا المسجد الصغير بمدينة كولدواتر ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تم تأسيسه عام 1980 ميلادية، يجتمع المسلمون فيه لإقامة الصلوات الخمس والشعائر الدينية. بالرغم من صغره إلا أنه بقي حوالي عقدين ونيف من الزمن منارة للمسلمين ومهوى أفئدة الصغار والكبار. كان تواجدنا إلى هذا المنطقة، يعني بدأ الأول إن أتوا إلى هذا المنطقة بعد 65، فعندما أتينا إلى هذا المنطقة لا كان في مسجد، ولكننا متوقعين أنه سيكون مسجد، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا ناس أتوا من الجمعية الإسلامية الأمريكية في مسجد دربن اللي هو الآن مسجد ديكس، إلى كول زارونا إلى كولوارا، وقرروا أن يأخذوا لنا بيت. فعندما أخذوا البيت وسعنا، يعني أول توسعة وثاني توسعة وثالث توسعة، كنا نصلي فيه تقام الصلوات الخمس والجمعة والحلقات القرآنية للصغار والكبار. حوالي 2007 اضطرينا أنه معه في مجال لازم نحتاج إلى مسجد آخر، فكان بكنيسة بجانبنا، يعني هيأ الله سبحانه وتعالى لنا أن نشتريها واشتريناها، وانتقلنا من المسجد القديم إلى المسجد الجديد هذا حاليا. في نفس العام من 2007 أسست مدرسة الفاروق لتعليم اللغة العربية، ومدرسة الصديق لتحفيظ القرآن الكريم، والتي بدورها تقوم بالعديد من الأنشطة، ومنها مسابقات القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك. وتقام في هذا المسجد المبارك العديد من الأنشطة الدعوية، منها المحاضرات والندوات والخواطر، واستضافة العديد من العلماء إلى هذا المسجد المبارك. كما أنشئت وأسست في هذا المسجد مدرسة الصديق لتحفيظ القرآن الكريم، والتي تجاوز عدد طلابها إلى 150 طالبا وطالبة في 10 حلقات يتوزعون فيها، وتخرج من هذه الحلقات من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا، فلله الحمد والمنة. وأيضا تأسست في هذا المسجد مدرسة الفاروق العربية لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الإسلامية، وذلك في يومي السبت والأحد، وقد تجاوز عدد طلابها إلى 230 طالبا وطالبة، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما هو واضح وجلي، فقد زاد عدد سكان المدينة من المسلمين أضعاف ما كان عليه في الماضي، ولم يعد المسجد الحالي يستوعب المصلين، حتى أن بعضهم يصلون في الممرات وخارج المسجد، مما نضطر في صلاة العيدين إلى استئجار صالة كبيرة لاستيعاب المصلين. وكذلك أصبحت مدرستي الفاروق والصديق لا تتسعان لاستيعاب جميع الطلاب. تقدم الجمعية الإسلامية الأمريكية في كولدواتر العديد من الخدمات الاجتماعية لهذه الجالية المباركة، كما تقدم العديد من الأنشطة المتعلقة بالشباب وكذلك بالأخوات النساء، كما أننا أيضا نقدم خدمات ونساعد الإخوة الوافدون إلى هذه المدينة بما يتاح، كما أننا أيضا نسعى إلى أن يكون هناك دعوة لغير المسلمين، إلا أننا للأسف الشديد في هذا المسجد ليس لدينا المساحة أو المكان المهيأ لعمل مثل هذا الأمر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في مشروعنا القادم أن يكون هناك مشروع ويكون هناك مركز متكامل نستطيع من خلاله نشر الدعوة وتقديم الأفضل لهذه الجالية. ونظرا لما وصل إليه الحال في هذا المسجد من ضيق وعدم قدرته على استيعاب الجالية المسلمة في كولدواتر، فإن الجمعية الإسلامية الأمريكية قررت إيجاد مركز إسلامي متكامل يكون عند مستوى المسؤولية، ونحافظ من خلاله على هوية الأجيال القادمة. وقد قامت الجمعية الإسلامية الأمريكية بإعداد